السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد التارت ديال التفاح كيجي غزال بزاف، خصوصا في هذا الوقت ديال البرد. بمقادير بسيطه ان شاء الله ندخلوا دابا نشوفوا. عندي هنايا جوج التفاحات، هادو اللي كيكونوا خصوصين ضد الطياب، ماشي الماكله ضد الطياب، جوج او لا واحده تقدر تستغنوا عليهم اذا ما كيعجبكم شي او لا ما كاينش متوفرين تقدر تستغني عليهم. وهنايا عندي اربعه ديال التفاحات ضد الطياب اللي غادي نقطعوهم من بعد وغادي نقشروهم. عندي هنايا قرفه اختياري قرفه، وعندي هنايا باف بيشري يعني عجين مورق، وعندي 100 غرام ديال السكر. دابا غنجوز نعمل الكراميل مباشره. نعمل الكراميل، عندي هنايا 100 غرام ديال السكر، وهادي نعمل عليه شويش ديال الماء وهادي نخليه يرجع كراميل. والتفاح هذا ديك التفاح الخضر ضد الطياب كما كتشوفوا قشرتهم وقطعتهم من طريفات صغار، وهادي نضيف عليهم واحد شتيت، واحد شتيتو د الماء وواحد شتيتو د السكر. هاي داك واحد جوج د المغارف د السكر كيما كتشوفو هنايا تما كراميل كي يعني كي هاديك كيرجع كراميل. وهاد التفاح هدا دغيا كيطيب دغيا يعني خمسة دقايق هايداك صافي كيكون داب كي دغيا كيرجع يعني بحال لي كيدوب مرة. شتيتو د الماء كنضيفلو صافي صافي. هنايا الكراميل ديالي وجد لي، هادي نعملو في المول ديالي، هادي نطيب فيه، هادي نعمل في هاديك الكراميل وهادي نخليه جانبا وهادي نكمل على اللي باقي. صافي. ومن بعد هادي زيدي هاديك في كامل. دابا هادي نشوف هاد مولدي يعني مطعمي كيتشبر راسو ديك الكراميل تحت. كنعمل الزبده في الجوانب كنقوز عليهم كاملين بالزبده باش ما يلصقناش ديك التفاح وما يلصقناش ديك العجين المورق اللي غنعملو من بعد. مهم سهله مهله هذه الطريقه بزاف اللي كيعجبو التفاح يعني، مع اصلا كتنكل سخونه كتجي لذيذه بزاف وكتجي سهله مره دغيا. وصافي هنايا التفاح ديالي اللي قطعته هنايا قشرته وقطعته هيدا رقيق، وهادي نقوز على هادي بقى ما شابه ندور على ديك قاعد المولدي كامل. تنسى لي ديك الكميات اللي عندي كامله ديال التفاح، ديال اربع تفاحات كيما قلت لكم. اذا ما كانش موجود ديك التفاح ضد الطياب اللي عملته انا خضر، اذا ما كانش موجود تقدر تستغنى عليه ماشي مشكله. تقدر تعمل مثلا هي التفاح هايدا وتعمل لهم ديك العجين المورق من فوق وتزيد لهم اذا بغيتي شويه القرفه اللي كيعجبو القرفه. انا مذاق القرفه كيعجبني في الحقيقه، كيجي مزيون وعاد خصوصا دابا في الشتا يعني. وديك التفاح زعما في الحقيقه كيطيب دغيا. جالي المذاق ديالو مي خلطته مع القرفه، جالي المذاق ديالو بحال الصفرجل. والله الا بحال الصفرجل المذاق ديالو مزيون. شنو هو حامض ضروري خصنا نزيدو له شويه السكر يعني على حسب يعني حيت يكون حامض بزاف. سيمبا كيلعب. ما عرفتش واش كتسمعوا ولا لا. قشاوش كيلعب قشاوش ديالو. كما كتشوفوا هنايا التفاح هذا ضغطت عليه بهاد السباسولا هادي دغيا كيطيب ودغيا كيذوب مره. شتي انا تسكيت عليه كما قلت لكم وزدت هنايا شويه د القرفه على حسب الذوق. وكيفاش كتشوفوا كيذوب دغيا دغيا كيذوب. وصافي ضغطت عليه دابا هاد السباسولا وصافي. ودابا غادي نعملو فوق ديك التفاح الاخر اللي عندي، غادي نضيفوه على فوق منه تنغطيه مره بهاد التفاح هذا. يعني جوج الانواع ديال التفاح ضد الطياب وضد الماكله. وكما قلت لكم اختياري، اذا بغيتو تستغناو عليه تستغناو عليه، اذا ما كانش موجود تقدر تعمل ليه تفاح عادي وتعمل له مثلا فوق منه قرفه شديتو اذا بغيتو، وتغطيه بديك شنو اسمه الورق العجين المورق وصافي. صافي دابا هنايا عندي العجين المورق، انا شريتو هيدا جاهز قطعته مدور كبير، شريتو على الدواره ديال المولدي اللي غيدخل الفران باش غادي ندخلو شتيتو داخل كما كتشوفو. كنتنا هيدا شتيتو
وصافي غادي نعمل واحد، غادي نسكي عليها كامل هيدا، وغادي نعمل له واحد الشرطة في الوسط، يعني بحال اكس في الوسط، باش يدخل، باش كيخرج لنا ديك يعني الربو كيخرج من تما، باش كيتحمر لنا العجين المورق ديالنا كيتحمر، ما كيجيش من هذيك. وصافي وكندخلوه في الفران 200 درجة 40 دقيقة، وها هو كيما كتشوفوا هنايا. صافي كنقلبوه في المولد اللي غادي، من في الطبس اللي غادي هذيك به، كان باقي سخون شتيتو، يعني كخصو يكون باقي دافي باش نقلبوه، ما نخليوهش حتى يبرد مرة. وصافي كيما قلت لكم 200 درجة الحرارة في الفرن، وكيبقى 40 دقيقة حتى كيتكمل مزيان ديك العجين المورق ديالنا، كيما كتشوفوا باقي الدخان خارج منه. وعملت انا كريمة، يعني كريمة الخفق عادية، درت لها شوية جد السكر وطلعتها، وصافي يعني عادي تقدر تقدمه بكريمة. وفي الصيف مثلا تقدر تقدمه بايس كريم، حتى هو يجي مزيون. هنا نقطع معاكم واحد الطرف. المهم المذاق ديالو جا مزيون بزاف، الناس ما كانت غزاله كاينه. وصافيه بالعجين المورق والتفاح، يعني تقدر تخرج واحد تحليه غزاله مثلا اللي كيعجبو التفاح، مزيونه بزاف كتجي، المذاق ديالها مزيون. كما قلت لكم هنايا عندي كريمه، هي غادي نعملها هيدا في الجانب كما بغيت، يعني وصافي ها هو جاهز دغيا دغيا، تعني يعني كيوجد دغيا وكتعملو في فران يطيب وكتخليه. التفاح كيجي رطب ومعسل، يا سلام. المهم كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم بفيديو اليوم، شكرا بزاف على شكرا بزاف على المتابعه ديالكم القناه ديالي، كنتمنى دائما نكون دائما في حسن الظن ديالكم. شكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.